بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوم المبعث النبوي الشريف يمثل بداية تاريخ جديد على المستوى الإنساني العام، حيث إنه ومنذ وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصدع بما أمره الله سبحانه وتعالى، وإلى يومنا هذا فإن صرخته تلك شكلت منعطفا كبيرا في تاريخ الإنسان. هذا المنعطف أخرج الأمة، أخرج العرب من ساحة الظلمة إلى ساحة النور، ومن ظلام الجاهلية إلى رحابة الإسلام. أخرجهم من القبيلة إلى الأمة ليصبحوا أمة لها حضورها، لها امتدادها، وليمتد هذا الدين خارج نطاق المنطقة العربية، وليغدو أحد الأديان الرئيسة الفاعلة والمحركة والمؤثرة على المستوى العالمي إلى يومنا هذا. رغم كل الجراح ورغم كل المصائب والآلام ورغم كل محاولات تشويه هذا الدين ورغم كل محاولات ظلم هذا الدين والسيطرة على أتباعه ومحاولة تخديرهم، لكنه يبقى الدين الأول في العالم الحاضر بقوة والمؤثر بفاعلية. لذا تعالوا لنقف عند قضية البعثة، عند مفهوم البعثة في القرآن الكريم. ما معنى البعثة؟ ما معنى البعث في القرآن الكريم؟ هذا سؤال أول. السؤال الآخر، ما هي التحديات التي ترافق البعثة؟ السؤال الثالث، كيف نرى باعثية الإسلام؟ والسؤال الرابع، ما هي أهم أهداف البعثة النبوية؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، فالبعثة في اللغة كلمة بعث، يبعث، بعثة. البعثة تختزن معنى الحركة، معنى الإرسال. بعثه، أرسله، حركه، أقامه. ولذا يقال في منطوقنا الديني عن يوم القيامة بأنه يوم البعث. لماذا؟ لأنه فيه يبعث الناس، يخرجون ويرسلون إلى يوم القيامة ليلقى كل واحد منهم حسابه وجزاءه. يوم البعث لأنه فيه يبعث الناس، يرسلون، يثارون. وهذا التعبير عن إرسال الرسل بأنه بعث تعبير ذو دلالة، فالأنبياء يأتون ليحركوا الناس، هذه وظيفتهم،
أن يحركوا الناس، أن يرسلوا الناس نحو الأهداف السامية، يأتون إلى عالم يضج بالسكون، بالشلل، بالجمود، جمود الأفكار وجمود العادات، يأتون إلى هذا العالم ليثيروا فيه حركة ما، وليعملوا جاهدين على بعث الناس، إحياء الناس. فكأن الناس موتى، وربنا يقول والموتى يبعثهم الله، كذلك الناس الذين تسود فيهم التقاليد المميتة والأفكار التي تجمدهم، هؤلاء بمثابة الموتى، فيأتي الأنبياء لبعثهم، لإحيائهم. هذا نوع إحياء روحي، نوع إحياء معنوي للناس. هذا ما تختزنه كلمة البعث. ومن هنا فإن أوصياء الأنبياء والذين يقومون بدور الأنبياء في الأمة لابد أن يكون عملهم على بعث الناس، على تحريك الناس، على تحرير الناس من كل الآثار والعادات السيئة التي تكبلهم. دورهم هو التحريك والتحرير وليس التخدير. دورهم أن يثيروا كل هذا الجمود والركود والعفن لكي يخرجوا الخبأ والشيء الطيب من النفوس، لأن الشيء الطيب كالحب لا يمكن أن يظهر أثره إلا بالبروز، بالإثارة، بالخروج من تحت الأرض إلى سقف الحياة. دور الرساليين عموما هو هذا، أن يعملوا على بعث نفوسهم وبعث مجتمعهم وإرساله ليبقى مجتمعا سائرا متحركا لا يستكين وصولا إلى الأهداف الكبرى. وغاية الغايات هي لقاء الله ورضوانه عز وجل. هذه النقطة حول دلالة مفهوم البعث لغويا. النقطة الثانية، حيث إن البعثة تختزن هذا المعنى، معنى التحريك، معنى حث الناس وتحريكهم نحو الأهداف السامية، لذلك فإنها، أعني البعثة، تكون محفوفة بالتحديات والمخاطر، ويواجه الأشخاص الذين يعملون على بعث الناس يواجهون بالتكذيب. وأول من وجه بالتكذيب هم المبعوثون من قبل رب العالمين. لماذا؟ لأن المبعوث ببعثته يتحول من مجرد كونه رجلا صالحا إلى كونه رجلا مصلحا. عندما يكون هذا الشخص قبل البعثة مجرد إنسان صالح طيب خير، فكل الناس تحبه وتمدحه، لأنه لا يثير حراكا ولا ضوضاء ولا يعترض على منظومة فكرية اجتماعية سلطوية سياسية تعمل على شل الناس وتخدير الناس. يساير الواقع، فهو رجل صالح طيب يمتدح تحبه الناس. أما عندما يبعث، البعثة تخلق فيه نفسا جديدا وتعطيه دورا جديدا. البعثة
تحوله من كونه مجرد صالح إلى إنسان مصلح ليعمل على نشر الخير والهدى في المجتمع، ليحرك الساكن والجمود والعفن، وليثير الخبأ في النفوس، وليعيد الإنسان إلى فطرته. وهذا ما يجعله في صدام مع منظومة القيم الحاكمة والمصالح الحاكمة. لاحظوا أن القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى. هذا المعنى يمثل سنة في تاريخ الأنبياء، أن الأنبياء قبل أن يبعثوا كانوا أشخاصا محبوبين تعشقهم الناس، لكن عندما بعثوا انقسم الناس حولهم، منهم من ازداد حبا وعشقا لهم، ومنهم من حارب الأنبياء ووقف في وجههم. يقول ربنا عز وجل ويحدثنا عن نبي من أنبياء الله وهو صالح، وماذا قال له قومه؟ قالوا يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل ما تجينا بها الأفكار هاي كنت إنسان طيب خير نحبك. يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. هون بدأت المشكلة، مس العقائد المنحرفة، دعاهم إلى التوحيد. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. من هذه المشكلة أن صالح عندما أراد أن يكون مصلحا يغير، يحرك الجمود ويواجه الانحراف، هنا بدأ التحدي وبدأ التكذيب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل البعثة لم يكن له عدو على الإطلاق، كل الناس تعشقه، وكان الصادق الأمين، كان مستودع الأسرار، كان مستودع الأمانات. وين بيحطوا أماناتهم الناس؟ عند محمد. عندما قال أيها الناس، عندما نزل عليه قول الحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ووقف قائلا أيها الناس تعالوا إلى لا إله إلا الله، تعالوا إلى التوحيد، تعالوا إلى منظومة القيم التي تخلصكم من كل ما أنتم فيه من تردد وضحالة أخلاقية وروحية. عندما قال ذلك أصبح ساحرا بنظر كثيرين، أصبح كذابا، وأصبحت ترمى على وجهه الحجارة والأشواك وما إلى ذلك. تقول بعض الروايات أنه لما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام رسول الله على الصفا ونادى في أيام الموسم، أيام الحج، يا أيها الناس إني رسول رب العالمين. فرمقه الناس بأبصارهم، قالها ثلاثا، يا أيها الناس إني رسول رب العالمين، والناس ترمقه بأبصارها. ثم انطلق من الصفا إلى المروة ووقف على المروة، ثم وضع يده في أذنه ونادى ثلاثا بأعلى صوته، يا أيها الناس إني رسول الله. فرمقه الناس بأبصارهم، ورماه أبو جهل بحجر فشج بين عينيه، وتبعه المشركون بالحجارة حتى أتى إلى الجبل. عندما يبدأ الإصلاح والتغيير وتبدأ البعثة الحقيقية يبدأ التكذيب. لماذا يبدأ التكذيب؟ لأن كثيرا من الناس ألفوا الانحراف، ولهم مصالح، ولهم منظومة معينة فكرية واجتماعية تحمي مصالحهم،
فلا يريدون لأحد أن يعرض هذه المصالح للمخاطر. إذن البعثة حيث كانت تمثل هذا المعنى، معنى التحريك، معنى مواجهة السكون والجمود والركود والجهل، حيث كانت البعثة تعني إثارة النور في الأجواء، لا بد أن يقف أهل الجهل والذين يعتاشون على جهل الناس، لا بد أن يقفوا في وجهها. وهكذا وقفوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة إذن مهمة لا بد أن نلتفت إليها. النقطة الثالثة في هذا السياق أن الإسلام دين البعث، دين يبعث الناس، يحرك الناس، يقودهم، يثير فيهم التفكير والحماسة والقوة. ولذلك تجدون أن المسلمين الأوائل، أن الجيل الأول كان جيلا ثوريا متحركا متحمسا على استعداد لبذل الغالي والرخيص فداء للرسالة. لماذا؟ لأن هذا الدين بعثهم، حركهم، أثارهم، جعلهم يمتلكون قوة نفسية ومعنوية جعلتهم على استعداد لمواجهة العالم. يدخل الإنسان الذاهب من صحراء الجزيرة العربية ولا يعرف شيئا عن حضارات العالم، يدخل على كسرى في قصره، يقال له طأطئ رأسك، يقول أنا لا أنحني إلا لرب العالمين. هكذا علمنا محمد، أعطاهم قوة، أعطاهم عزة، أعطاهم منعة، بعثهم. هي كلمة البعث. إذن الدين الباعث، معنى البعثة هو هذا. بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلت مرحلة انطلاق وحركة وقوة ودفق ودفع، جعلت المسلمين يتحركون ويندفعون حتى انتصروا على أعدائهم، وحتى وصل الإسلام إلى آفاق العالم. بعثية الإسلام هي التي صنعت هذا الإنسان العربي وأنقذته من براثن الجهل والشرك، ووضعته في خط الحركة والعمل والسعي. وأن مشكلة الأمة اليوم أنها لم تعد تعي معنى البعثة، فأصابها الجمود وأصابها الشلل وأصابها التمزق، بحيث إنك تجد أن صنفاً، أن جماعة من أبناء هذه الأمة تقتل، تدمر حتى تكاد تباد، والمسلمون نيام لا يسمعون لا يتحركون. أين باعثية الإسلام في النفوس؟ إننا اليوم نكاد نفتقد معنى هذه الباعثية للإسلام التي تجعل الإنسان من داخله إنسانا متحركا ثائرا سائرا. إن الإسلام جاء بأمرين: بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلخص بكلمتين، هدم وبناء، هدم وتقويض لكل المنظومة الجاهلية على المستوى العقدي، حيث كان الإنسان العربي يصنع الصنم بيديه ويعبده، وأحيانا يصنع صنما من تمر حتى إذا جاع أكله. كان الشرك هو السائد فيهم. فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم برسالة التوحيد، توحيد الله وتوحيد الإنسان. هذا على المستوى العقدي. على المستوى الاجتماعي كانت الطبقية هي السائدة،
وكان التفضيل الإنسان على الإنسان واستعلاء الإنسان على أخيه الإنسان هو السائد فيما بينهم. فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم برسالة تقول لهم: أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء بمنظومة على المستوى الاجتماعي ترسي العدل والتكريم والمساواة بين بني الإنسان، وجاء بمنظومة على المستوى الأخلاقي لتخلصهم من كل تلك من كل مظاهر الانحطاط الخلقي والروحي التي كانوا عليها في الجاهلية. قوض كل ذلك وبنى بنيانا جديدا، بنيانا يقوم على أساس التوحيد، على أساس القيم العليا، قيمة العدل، قيمة الكرامة، بنيانا يقوم على أساس أن الأخلاق هي ركنه الوثيق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق ليست شيئا ثانويا في ديننا وفي حياتنا، إنسانية الإنسان بأخلاقه، دين الإنسان بأخلاقه. من لا دين له، من لا أخلاق له فلا دين له. من لم يحمل الأخلاق، من لم يتحلى بمحاسن الأخلاق، فهذا بعيد كل البعد عن الدين. بهذه القيم العامة جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة، بعث الناس وحركهم وأثارهم. النقطة الرابعة التي أريد أن أقف عندها ولأختم بها: أهداف البعثة. القرآن الكريم تطرق في العديد من الآيات المباركة إلى أهداف البعثة. من جملة هذه الآيات هي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث في الأميين رسولا منهم. شو وظيفة هذه الرسول؟ ما هي مهمة هذا الرسول؟ أهدافه الكبرى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية أشارت إلى ثلاثة أهداف. طبعا قلت وأكرر، هناك أهداف أخرى أشار لها القرآن لا يسع المجال لحديث عنها قاطبة، فقط نتوقف عند هذه الأهداف أو بعض هذه الأهداف التي ذكرتها هذه الآية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلاوة الآيات عبارة عن قراءتها، أن يقوم الرسول بنشر رسالة الله على الناس. والتلاوة وظيفتها أن توصل الناس إلى هدف أسمى. التلاوة ليست هي الهدف النهائي، هي هدف تمهيدي، طريق لما بعدها. يعني أن الهدفين الأساسيين اللذين تريد الآية الوقوف عندهما وذكرهما هما التزكية أولا والتعليم ثانيا. التلاوة، تلاوة الكتاب، ما هي هدفها؟ ليست مطلوبة في ذاتها. أن تتلو الكتاب دون أن تزكو بالكتاب ودون أن تفقه الكتاب هذا لا قيمة له. إذن التلاوة توطئة لما بعدها، هدف تمهيدي ليوصل الإنسان إلى الهدفين الأساسيين وهما التزكية والتعليم. طبعا التلاوة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كانت فعل جهاد تلاوة الآيات. في ذلك الزمن كان الجهلة وكان المشركون يعملون على منع النبي من تلاوة القرآن، لأن التلاوة كانت المفتاح إلى عقول الناس، وهم يريدون أن يضللوا الناس، أن لا يستمعوا إلى آيات القرآن الكريم. لذلك كانت التلاوة فعل جهاد، فعل تحدي. وقد عمل المشركون جاهدين على ماذا؟ على منع الناس من أن يستمعوا للقرآن الكريم. كانت عندهم مشكلة أن الإنسان العربي بمجرد أن يستمع إلى آيات الله فإنها تجذبه إليها، تأسره، تأخذه في عالم آخر، لأنها آيات الله، لأنها آيات متلألئة بالنور، لأنها آيات تتضمن معاني سامية. ولهذا كان التحدي أن يمنع الناس من الاستماع إلى رسول الله. فإذا تلا النبي القرآن الكريم كانوا يدعون سفهاءهم إلى أن يصدروا الضجيج والأصوات العالية حتى لا يسمع أحد ما يتلوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الحق في هذا المعنى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه، عندما يبدأ محمد بتلاوة القرآن أثير اللغط، اللغو، الصراخ والصخب حتى لا يتأثر الناس. يعني تصوروا هذا المشهد، يخافون من الكلمة، يخافون من الاستماع. وهذا أمر له دلالته، أنه هاي الآيات كانت تفعل فعلها في النفوس، كانت تفعل فعلا عظيما مؤثرا ومغيرا. إذن التلاوة هدف عرضي وليست هدفا أصيلا من أهداف النبوة. هدف التلاوة هو تغيير الناس، ولذلك ما تريده هذه الآية من سورة الجمعة هي الإشارة إلى هدفين أصيلين لبعثة النبي، لبعثة الأنبياء، ومنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولى هذين الهدفين هو التزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية كلمة بسيطة لكنها تحمل في طياتها معاني كثيرة. تزكية بمعنى طهارة، بمعنى النمو، تختزن معنى الطهارة والنمو. الإنسان الزاكي والإنسان الطاهر النامي الذي يتحرك ويتغير وينمو بعمل الخير، ينمو أخلاقيا، ينمو روحيا. التزكية تحمل هذا المعنى، ولذلك كان لها أهمية كبرى. وأنتم تجدون في نصوص القرآن والسنة حديثا مفصلا عن أهمية التزكية، وآيتنا هذه تشير إلى هذه الأهمية. تلاحظون أن هذه الآية وغيرها من الآيات، أكثر الآيات التي ذكرت التزكية والتعليم كانت تقدم التزكية على التعليم. يزكيهم ويعلمهم، أكثر الآيات تزكية قبل التعليم. ليش؟ لأن العلم بدون تزكية بدون طهارة قد يكون وبالا على الإنسانية. شوفوا، إنسان عنده علم لكن ما عنده أخلاق، ما عنده تزكية لنفسه، هذا يصبح إنسانا متكبرا متجبرا، وقد يتحول إلى طاغوت. اليوم ألا ترون أن أكبر الأسلحة الفتاكة في العالم هي من صنع الإنسان العالم، هي نتيجة علم،
لكن لو في تزكية يمكن ما يصنع الإنسان هذه الآلات المدمرة والقاتلة. فالتزكية يجب أن تكون قبل التعليم. نحن اليوم نهتم كثيرا في قضية التعليم أكثر من اهتمامنا بالتزكية والتهذيب. لهذا لما ابننا بياخذ شهادي نعمل له حفل ومنعلق الشهادي، وهذا حق جيد لأنه العلم مهم، لكن منهتم أنه هيك نعمل له دورة تهذيبية تزكي روحه ونعمل له شهادي في حسن السلوك والأخلاق؟ ما منهتم، اهتمامنا بالاستعراض. الإسلام يؤكد أولا وأولا على تزكية النفوس، هذه بعثة، هذا هدف أصيل للأنبياء أن يزكى الإنسان. الإنسان الزاكي هو الإنسان الذي يمكن أن يقوم بمهمة خلافة الله على الأرض، هو الذي يعول عليه أن يقود عملية التغيير في الأرض، إنسان الزاكي. ولذلك لابد أن تبدأ التزكية من الداخل، من داخل النفس، ثم تنطلق إلى الخارج. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في أي أخرى، قد أفلح من تزكى. شوفوا، زكاها فعل ماضي، من تزكى فعل مضارع. فعل مضارع له دلالة مهمة كما يقول أهل اللغة، استمرار. قد أفلح من تزكى، يعني التزكية لابد أن تكون عملا دائما مستمرا لا ينقطع. لماذا؟ لأن اللصوص الذين يشوهون روحك، لأن اللصوص موجودون والإغراءات موجودة وهوى النفس موجود، لذلك لابد أن تكون في حالة جهاد للنفس وتزكية للنفس مستمرة ودائمة. قد أفلح من تزكى. التزكية إذن لابد أن تنطلق من الداخل، ومن لم يزكي نفسه من الداخل فلا يرجى منه أن يزكي الآخرين. فاقد الشيء لا يعطيه، بدك تزكي نفسك أولا ثم تنطلق إلى الآخرين. والتزكية في منطق القرآن والسنة لابد أن تكون طابعا لكل أفعالنا. لذلك منشوف مفهوم التزكية والزكاة في الإسلام يتسع لكل أعمالنا. على سبيل المثال، الضريبة المالية التي ندفعها ماذا نسميها الإسلام؟ الزكاة. الزكاة هي تسمية مش عبثية، تسمية المال الذي تدفعه في سبيل الله للفقراء والمساكين ولغيرهم من المحتاجين، هي اسمها زكاة، وهدفها أن تزكيك قبل أن تزكي مالك. أنت بدفع الزكاة تطهر مالك، تزكي مالك، لكن قبل ذلك كله تزكي نفسك، تخرج من طمعك، من حرصك على المال، تزكي نفسك. ولذلك القرآن شو بيقول في هذا الشأن؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مش تطهر المال، تطهر الناس. الناس اللي عم يدفعوا المال يطهرون أنفسهم وأرواحهم قبل أن يطهروا أموالهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا محمد صلى الله عليه وآله صلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فإذا مهمة الزكاة في الإسلام هو هذا، أنه قبل كل شيء أن تجعل الإنسان يخرج من أطماعه، أن يزكي نفسه، أن يهذب نفسه، هذا قبل كل شيء. ومن هنا بتشوف القرآن الكريم دائما بيقرن الصلاة مع الزكاة. الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هاي المعادلة معادلة إلى دلالتها.
ليقول لك إن الصلاة والزكاة من باب واحد، كلاهما فيه عمل تطهيري. بالصلاة تعرج روحك إلى الله فتطهرها من خلال اتصالها بالله، وبالزكاة تعرج هذه النفس نحو الإحساس بأوجاع الآخرين فتطهرها من خلال خروجك من مالك لله سبحانه وتعالى ودفع هذا المال للآخرين. عمل تطهيري، الصلاة والزكاة كلاهما يطهران الإنسان، يطهران الإنسان. لهذا الزكاة قبل ما تكون أنت أيها المزكي، قبل أن تكون مساعداً للآخرين وعاملاً للخير مع الآخرين، أنت تساعد نفسك قبل أن تساعد الآخرين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وما تقدموا لمن؟ للآخرين؟ لا لا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن هذه الزكاة اللي عم تقدموها أنتم عم تقدموها لأنفسكم قبل أن تقدموها للآخرين. هذا معنى الزكاة الحقيقية، أن الزكاة إذن لا تنحصر بتزكية النفس، تمتد إلى كل حياتنا إلى كل أعمالنا ليكون هذا الإنسان إنسانا زاكيا. فهناك زكاة للنفس، وهناك زكاة للمال، وهناك زكاة للعلم. وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين زكاة العلم نشره. لما بيكون عندك علم ومعرفة ما بيجوز تحتكره لنفسك، عندك طاقة معرفة بشيء من الأشياء مما يحتاجه الناس ابذله للناس، زكاة العلم نشره. وفي حديث آخر زكاة العلم بذله لمستحقه وإجهاد النفس بالعمل به. إذا كان لديك جاه فزكاة الجاه بذله. إذا كان إنسان عندك موقع أنت عليك زكاة هذا الموقع، هذا الجاه له زكاة، مش بس المال، ليس فقط المال يزكى، الجاه يزكى. زكاة الجاه ما هو؟ إنك تبذل وتساعد إنسان. وفي حديث آخر زكاة السلطان إغاثة الملهوف. إذا كنت في موقع سلطة، في موقع إدارة، وجاء إنسان ملهوف محتاج، أن تساعده. وهكذا إذا كان لديك قدرة فلها هذه لهذه القدرة زكاة، وزكاة القدرة الإنصاف. إذا كان لديك جمال منحك الله جمالا، أتعلم أن لجمالك هذا زكاة؟ ما هي زكاة الجمال؟ العفاف، أن تعف عن محارم الله. وهكذا زكاة البدن الجهاد والصيام. إذن التزكية كمفهوم إسلامي يدخل في بناء الإنسان، هو مفهوم يبني الإنسان. هذا هدف بعثة الأنبياء، أن يزكوا الناس، أن يأخذوا بأيدي الناس إلى هذا السبيل العظيم ليكون الإنسان إنسان الخير، إنسان المحبة، إنسان الرحمة، إنسان السلام، ليكون الإنسان إنسانا. ومن هنا وجدنا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومنذ أن بعثه الله قام وتحرك ولم يجلس، واشتغل على خطين، عمل على تزكية الناس، تزكية المجتمع وبناء المجتمع وتربية البشر. حتى الأطفال لم يكن رسول الله ليتأفف من العمل على تربيتهم وتهذيبهم. رسول الله مربي، مربي. أن تكون مربيا فتلك صفة الأنبياء. في بعض الأشخاص يمكن بيقول لك شو هالمهمة هاي، يعني أن تكون مربيا فتلك مهمة وصفة الأنبياء. عمل النبي جاهدا على تربية هؤلاء الناس. وإذا أردنا أن نتحدث عن ذلك فالحديث لا يسع، لكن عمل على خط آخر، أسس المنهج
الذي على ضوئه يتزكى الإنسان، لأنه ما هو المنهج الذي يوصل الإنسان إلى مرحلة الزكاة، مرحلة التقى، مرحلة أن يكون إنسانا خالصا ومخلصا، يرجى خيره ويؤمن شره. هذا له منهج متكامل، تهذيب الإنسان، تربية الإنسان، له منهج متكامل في الإسلام، وقد أرساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويا ليت الوقت يسمح لي بأن أتحدث عن هذا المنهج وتفاصيله، عسى أن نوفق لذلك في وقت آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.